اضطهاد الكنيسة. تعرضت الكنيسة للاضطهاد منذ تأسيسها في يوم 50، فوقتها قبض على الرسولين بطرس ويوحنا ومثلا أمام السنهدريم، ثم رجم استفانوس أول شهداء المسيحية، وأعقب ذلك وقوع اضطهاد عظيم على الكنيسة في أورشليم، حتى نجد هيرودس يقتل يعقوب الرسول ويخطط لقتل بطرس أيضاً لولا إنقاذ الرب له، وشاول الطرسوسي الذي كان ينفث تهدداً وقتلاً على تلاميذ الرب عندما أصبح بولس رسول المسيح، تعرض مع رفقائه للاضطهاد في كل من إيقونية وليسترا وفيليبي وكورنثوس وأورشليم، كما نقرأ في الرسائل في مواضع عدة عن اضطهاد الكنيسة. ومن حصيلة ما كتب المؤرخون نعلم أن الكنيسة عانت من الاضطهاد على يد نيرون، إذ اتخذ هو من المسيحيين كبش فداء واتهمهم بأنهم أحرقوا روما. وفي هذا الاضطهاد استشهد كل من الرسولين بولس وبطرس مع كثيرين غيرهم، تلا ذلك اضطهاد أشد عنفا في أيام تراجان وفي أيام هادريان، ولكنه بلغ أقصى مداه في أيام ديسيوس وديقلديانوس في القرن الثالث والرابع، إذ أصدر الأول مرسوماً بإجبار كل المسيحيين على تقديم الذبائح للآلهة، ومن لم يقبل منهم ذلك تعرض لمصادرة ممتلكاته وللسجن والتعذيب والنفي أو الموت، اعتقاداً منه أنه بذلك يسترضي الآلهة الغاضبة من المسيحيين لتركهم المعابد الوثنية. أما ديقلديانوس فقد بالغ في اضطهاده للكنيسة محاولاً أن يفنيها تماماً، فكان عصره هو الأسوأ. والاضطهاد ليس مفاجأة للمؤمنين، إذ سبق الرب وأنبأ به، بل وشرح سببه عندما قال: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. وها هو أيضاً يرسل رسالة تشجيع إلى الكنيسة في سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضاً منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. إن نيران الاضطهاد على مر القرون لم تستطع أن تقضي على الكنيسة، بل شاركت في تنقيتها وأفرزت شهوداً أمناء للمسيح، وأثبتت صلابة معدن الإيمان المسيحي الذي بقي في حين سقطت الممالك التي اتخذته. ولا عجب، فقد قال رأسها: وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.